السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هاد الكورة، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لإخواننا في فلسطين. تصنيف الفيفا وتصنيف المنتخبات العربية في أفريقيا في التصنيف الجديد لشهر 11، هنتكلم عن تصنيف الجزائر، تونس، مصر، المغرب، موريتانيا، السودان جوه الحلقه. بس قبل ما نخش على الحلقه، ايه تنزل تعملنا بلايك كتير، لان لايك كتير بيخلي فيديوهاتنا تنتشر. فما تبخلش علينا باللايك وشير للحلقه واشترك في القناه وفعل زر الجرس. ويلا نشوف التصنيف للفرق العربيه. في البداية هتكلم عن منتخب الجزائر، لان انا في علامة استفهام كبيرة على تصنيف منتخب الجزائر. بالنسبة لي منتخب الجزائر اللي فاز في اخر 3 ماتشات على كولومبيا وفي التصفيات فاز 5-0 وفاز 1-0، يعني انا كنت متوقع ان الجزائر الشهر اللي فات كان 38 هيبقى 28 29، لكن بياخد المركز 35، تقدم 3 مراكز بس. يعني انا مش فاهم هما ازاي التصنيف ولا بيعملوا التصنيف بناء على ايه. منتخب الجزائر بيأتي في المرتبة 35، صراحة علامة استفهام كبيرة على اختيار الفيفا وترتيب الفيفا للمنتخبات. يعني انا شايف ان الجزائر تستحق افضل من كده. انت قول لنا كجزائري، انت تتوقع او انت شايف الترتيب ده ازاي؟ شايف فيه ظلم للجزائر ولا شايف ان ده عدل للجزائر؟ انا شايف ان فيه ظلم كبير للجزائر. نيجي للمنتخب التونسي اللي بيتصدر التصنيف العربي ب 27، يعني هو جاي في المركز 27 على العالم في التصنيف. طب منتخب تونس حاجة كويسة جدا جدا لتونس، تصنيف كويس جدا 27، تقدم حوالي 7-8 مراكز. تونس على المسار الصحيح. انا كنت اتوقع ان تونس في 27، الجزائر 28، اتوقع ان يعني يبقى قريبين من بعض قوي، مش فرق مثلا 27 و35. علامة استفهام كبيرة جدا جدا. نيجي بعد كده المنتخب المغرب اللي بيتراجع 3 مراكز للمركز 43. تعادله مع موريتانيا يأخره طبعا في التصنيف. منتخب المغرب عنده احسن من كده، وتصنيف المنتخب المغربي لازم يكون افضل من كده. نيجي بقى للكارثة ومنتخب مصر، يعني هو حتى في التصنيف، ما انا عارف ان التصنيف بما انه تعادل ماتشين في التصفيات واساسا كان بيفوز 1-0 بالعافيه في الماتشات الوديه، فكنت اتوقع طبيعي ان مصر هتتراجع للمركز 51. بعد قوي قوي قوي، ده تاخرت كام مركز، ده حوالي 12-13 مركز. فالمنتخب المصري في مكان لا يليق باسم منتخب مصر. مصر المفروض في التصنيف تبقى اعلى من كده واحسن من كده، بس مصر بتمر بفتره من اسوأ فتراتها. هيتكلم بقى عن منتخب موريتانيا اللي انا من وجهة نظري تصنيف جيد بالنسبة له، 99 حاجة جيدة لشعب موريتانيا، للمرابطين. انا شايف تعادله مع المغرب وفوزه المباراة اللي بعد كده قدمت في التصنيف بتاعه، اعتقد انه تقدم بصورة ملحوظة. مبروك لاخواتنا الموريتانيين وان شاء الله في الافضل. نيجي بقى لاخر منتخب معنا هتكلم عنه، منتخب السودان. منتخب السودان في المركز 138. انا شايف ان منتخب السودان عنده افضل من كده، منتخب السودان المفروض يقدم احسن من كده. مبروك لكل المنتخبات اللي تقدمت في التصنيف، وان كان اللغز يبقى منتخب الجزائر اللي انا وجهة نظري ان شايفه انه مظلوم في التصنيف. ومبروك لتونس التصنيف الجيد جدا. كده بنكون وصلنا نهاية الحلقة، قول لنا رايك في الكومنتات، انت شايف التصنيف عادل ولا لا؟ ولايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس. سلام.